السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال حفيظ الدراجي بعد هزيمة الخضر ضد غينيا. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا انهزم المنتخب الوطني الجزائري اليوم أمام منتخب غينيا، وهذا لحساب الجولة الثالثة من تصفية كأس العالم، وانهزم الخضر بنتيجة هدفين لهدف في خسارة غير متوقعة. وقال حفيظ الدراجي بعد الهزيمة: ويستمر التراجع للأسف، خسارة منطقية للخضر أمام غينيا في الجولة الثالثة من تصفية كأس العالم 2026 بعد شوط أول ضعيف لعبناه دون قلب هجوم، وشوط ثاني تعيس لم أفهم كيف لعبناها. فريقنا لعب بدون هوية ولا روح ولا عزيمة، وكان ضعيفا فرديا وجماعيا بدنيا وفنيا وتكتيكيا على مستوى الخطوط. صحيح أن العهد الجديد يحتاج إلى نفس جديد يأتي مع الوقت والجهد والصبر، لكن يتطلب مزيد من الجرأة مع المدرب وكثير من العزيمة والحرارة في أوساط اللاعبين الذين غابوا كلية اليوم بشكل غريب وعجيب ومحير. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.